النصيحة للبنات؟ هو الحوار كله مش نصيحة، هو بس مبدأ للبنات كلها. لما انت ترجعي الساعة 12 و11، احنا ذات نفسنا الاولاد اخرنا في الشارع 11، انتوا اخركم الساعة كام؟ تربية تربية، مفيش تربية. انا بشوفهم كتير جدا، انا تحت بيتي حكايات، انا صاحبتي بترجع الساعة 12. مفيش تربية. انت صاحب واحدة بترجع الساعة 12؟ ما ايوه، عشان مفيش غير كده. انا صاحب واحدة بتطلع الساعة 11 بتلبس حجاب وما بشوفش وشها. انا بصاحب واحدة حلوة بس مش اكتر. يا قلة ادب، مفيش بعدها. بطلوا ميك اب بقى، سيبونا في حالنا بقى، ابعدوا عننا بقى. دلوقتي يبقوا ماشيين مش بيبصوا في اي حته غير ان هو بيبصوا على البنات. يا قله ادب، مفيش بعدها. ما انا هبص يعني، انا مش هبص، هبص صريح صريح والله. هبص وانا هبص. انت محترم، ادب، عندك ادب، ما بصش. ده مقطع كفايه، وكفايه البنطلون اللي لحد هنا. البنت تلبس اي حاجه هي عايزاها في اي وقت، يعني مش فاهمه. مش حريه، ده ضاعت حريه خالص يعني. مش كده، انتوا مش عايزين تبصوا يعني، ميكو سليم. ايوه احنا مش عايزين فعلا والله، يعني عايزين يعني ايه تنزل من بيتها يعني اخويا يديها بالقلم. ايه ده والله بجد، يعني ابويا يضربها. فين بقى، فين اهاليهم؟ خلاص كل حاجه اتعكست. المفاجاه دي نت. نصيحة البنات اللي هم لازم يأبنوا بقدراتهم، لازم يثقوا في نفسهم، لازم يكونوا على قد المسؤولية، ولازم يعني يكون لهم دور أكبر من كده في الدولة، سواء سياسي أو ثقافي أو اجتماعي، وإن هم ما ينحصروش بس في البيت أو المطبخ أو الكلام ده، وإن هم يتفتحوا على العالم. دي الكلمة اللي بوجهها لهم يعني. هو أنا أقول حاجة طبعا في نفسي، بس يعني عمرهم ما يعملوا بيها. أنا مش حابب أنصح البنات، يعني أنا لو أنصح أخواتهم وأباتهم اللي هم أصلا بيسيبوهم يطلعوا من بيوتهم بالمناظر دي، بيلبسوا لبس غريب خالص وحاجات مش كويسة خالص. فالنصيحة بتبقى الأب والأخ قبل البنت. البنات مؤفرة في الموضوع ده دلوقتي، وأكتر من اهتمامهم بإن هم عايزين إيه في حياتهم، شغلهم، عايزين يفتحوا بيت، يبقى ليهم أسرة، اهتموا بالأولاد، ما بقتش موجودة زي الأول. بقاش في راجل بيصرف في بيته، حتى ستة هي اللي بتشتغل. أنا في ثانوية عامة مفيش ولاد في السنة دي، بنات بس. والله يعني بنات بس هي اللي بتتعلم، حتى ما شفتش ولد. والله مش عارف، حاسس انهم واخدين حقهم زياده في البلد اصلا. عارفه ممكن ان هم ما يعتمدوش على باباهم في كل حاجه، اللي هو انت ربنا خلقك، انت ممكن تخش المدرسه، تخش الجامعه وتخلص حياتك، مش لازم تعتمد على باباك في كل حركه تتحركها، عشان هو مش هيعيش طول العمر. ويعني انا لما اجي اتجوز مش هتجوز باباك، انا هتجوزك انت يعني. انا ما بحبش البنات عموما يعني، بس هو اي بنت بتمشي طبعا كويسه، صوتها مش عالي، مش هتلفت النظر. انما في بعض بنات تبص تلاقي ضحكتها عاليه، صوتها عالي، لبسها ضيق بيلفت النظر، مسيبه شعرها، الكلام دوت. طبعا هو كل واحد حر، بس ده احسن كده. مش كويس يعني، غلط يعني، وحرام كمان في نفس الوقت.